أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من البرنامج. النهاردة احنا بنشوف مع حضراتكم قيمة احترام الرأي والرأي الآخر من خلال برنامج نادي المناظرات بمشاركة 5 جامعات مصرية. تابعوا معنا هذه الحلقة من يلا شباب. في بداية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين بضيفي الكريم الدكتور هشام عيسى، مدير البرامج مركز خدمات التنمية. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. لا شك أن هناك مجموعة من البرامج يا دكتور بتعنى بالشباب بأهداف مختلفة. النهاردة برنامج دورنا على وجه الخصوص، أهم ملامح هذا البرنامج؟ برنامج دورنا هو برنامج بيستهدف الشباب في الأساس. احنا بنستهدف الشريحة العمرية من 18 إلى 35 سنة على مستوى الجمهورية كلها، لإعداد جيل من الكوادر الشبابية قادر ان هو يقود المسيرة، لان الشباب هم مستقبل مصر ويكون ليهم دور مهم في المجال العام وخلق قيادات شابة تقدر ان هي يكون ليها ادوار ايجابية في المجال العام في ظل الجمهورية الجديدة. طيب الجهات التي تتعاون او من خلالها تستطيعون تحقيق اهداف هذا البرنامج؟ طيب احنا بنتعاون مع يعني شريحه كبيره من الشركاء الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني او الجمعيات الاهليه والقطاع الخاص، وطبعا القطاع الاعلامي ليه دور كبير جدا في توصيل صوتنا والشباب كلهم ان هم يوصلوا لنا، كذلك من خلال المنصات الالكترونيه ووسائل التواصل الاجتماعي. فاحنا بنشتغل في الاساس مع وزاره الشباب والرياضه كونها الجهه المعنيه الاساسيه بالشباب وتمكين الشباب، اضافه الى الوزارات المعنيه الاخرى زي وزاره التضامن الاجتماعي ووزاره البيئه وجهات اخرى من المراكز القوميه المتخصصه، اضافه الى الجامعات الاكاديميه. عندنا شراكات مع 5 جامعات على مستوى الجمهورية، وإضافة طبعا لعدد كبير من منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية. دكتور هشام عيسى، يمكن النهاردة دوري نادي المناظرات كأحد يعني مظاهر هذا البرنامج، تكلمنا عنه وعن الأهداف من إقامة هذا الدوري والشرائح التي تشارك فيه. هو نادي المناظرات ده مكون من 3 مكونات أخرى كبيرة في برنامج دورنا. المكون الأول هو معني برفع الوعي بأن الشباب يكون ليهم دور في المجال العام، وده احنا بنعمله من خلال آلية ألعاب المحاكاة، وحولنا دوت إلى منصة إلكترونية أو لعبة إلكترونية، لعبة أونلاين جيم الشباب يلعبوها بيتعلموا من خلالها مهارات كتير في مسألة اتخاذ القرار. فهي لعبة تعليمية ترفيهية اسمها مدينة الشمس أو هيليوس، والهدف منها رفع الوعي طبعا بالموضوعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وأدوار المجالس المحلية التنفيذية في صنع القرار وفي تقديم الخدمات للمجتمع.
على مستوى الجمهورية. ده المكون الأول. عندنا مكون آخر مرتبط بالمبادرات المجتمعية، ودي مبادرات بيقوم بها الشباب بتهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 في ظل الجمهورية الجديدة. بنشتغل على المحاور الثلاثة الخاصة بالتنمية المستدامة. عندنا مجموعة من المبادرات البيئية بتشتغل في عدة مناطق، إضافة إلى المبادرات الاقتصادية اللي بتهدف إلى تمكين الشباب وخلق فرص عمل ليهم وريادة الأعمال، وكذلك المبادرات الاجتماعية وتقديم الخدمات في مجال الصحة والتعليم، زي مثلا القوافل الطبية والخدمات التعليمية لتحسين جودة الخدمات التعليمية والأنشطة اللاصفية. ده المكون الثاني. المكون الثالث الكبير عندنا اسمه برنامج الألف قائد أو إعداد الكوادر القيادية الشابة، وده بنعمله بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وجمعية تنمية وطن أو مشروع وطن، وده بنستهدف فيه 1000 شاب وفتاة على مستوى الجمهورية لإعدادهم ليكونوا قيادات ياخدوا أدوار في المجال العام، أدوار قيادية في المجال العام، والترشح للانتخابات سواء انتخابات مجالس إدارة مجالس إدارة جمعيات مراكز شباب، ويكون ليهم أدوار في المجال العام. الموضوع اللي احنا معنيين به اليوم هو نادي المناظرات، وده مكون برضو أساسي وأصيل في برنامج دورنا. ده بنستهدف فيه الجامعات، بنعمل فيه مع 5 جامعات: جامعة أسيوط، جامعة بني سويف، جامعة الوادي الجديد، جامعة السويس، وجامعة الإسكندرية. عندنا دوري نادي المناظرات. تم تحديد مجموعة من الموضوعات بيتم التناظر عليها، وهنخرج منها بأوراق سياسات. والهدف الأساسي من البرنامج هو خلق ثقافة الحوار بين طلبة الجامعة والوصول إلى أرضية مشتركة لحلول مشتركة للقضايا المجتمعية اللي بتمس حياتنا بصورة عامة، زي موضوعات مرتبطة بالتمكين الاقتصادي للشباب، التحول الرقمي، موضوعات أخرى برضو مرتبطة بظواهر زي هجرة الأطباء ومسألة التمكين الاقتصادي في على مستوى الجمهورية. هشام عيسى، يعني الشباب كيف يتم اختيارهم؟ هل هم بيتم التواصل مباشرة مع البرنامج، ولا عن طريق الشركاء، عن طريق الجامعات أو المؤسسات التعليمية التي ترشح لكم الشباب المشاركين في مثل هذا المكون؟ طيب، في هذا المكون بيكون الترشيح من خلال الكليات الداخلة معانا في البرنامج. فالكليات كليات اقتصاد وعلوم سياسية اللي هي متخصصة، هم اللي بيقوموا بترشيح، بيعملوا إعلان داخلي داخل الكلية نفسها، وبيتم ترشيح أفضل العناصر، بيتم عمل مقابلات معاهم، وبيتم بعد كده دخولهم في تصفيات. يعني ده احنا الدوري اللي احنا بنقوم بيه ده نتيجة لجهد كبير استمر على
مدار الترم اللي فات، وتم تدريب يعني الشباب بصوره كبيره جدا خلال الفتره اللي فاتت، خلال الترم اللي فات، وتم يعني ترشيح افضل العناصر منهم ان هم يقوموا بتمثيل جامعاتهم وكلياتهم في دوري نادي المناظرات. هل تعتبر دي خطوه اخيره ولا دي خطوه او محطه بمعنى اصح تليها خطوه أخرى يعني؟ لا، احنا نأمل ان دي تكون البداية ان شاء الله. النتيجة من دوري نادي المناظرات ان احنا هنخرج يعني نتيجة المناظرات والتوصيات اللي احنا هنقوم بيها ده هيتم في صياغتها في أوراق سياسات، وأوراق السياسات دي هيتم عرضها على المسؤولين ومتخذي القرار، ونأمل ان شاء الله ان ده تكون يعني أول دوري، ونستمر فيه ونوسع القادة المشاركة مع الجامعات على مستوى الجمهورية كلها إن شاء الله. دكتور هشام عيسى، بنؤكد للشباب وخاصة الشباب الجامعات أن يعني المسألة ليست قاصرة فقط على نيل الشهادة الجامعية فقط، لا، يا شاب يا جامعي لابد أن تثقل مهاراتك من خلال التحاقك بأي نوع من أنواع البرامج أو تنمية القدرات الشخصية، بما لا يؤثر يعني ده لا يؤثر على التحصيل الدراسي بتاعه، ده بينعكس بالإيجاب على شخصيته بعد التخرج. بالضبط حضرتك، يعني ده كلام سليم جدا، مهم جدا فعلا فكرة التعلم المستمر. عشان كده احنا احد النقاط الاساسية او الموضوعات الاساسية اللي احنا عملناها في برنامج دورنا هو انشاء منصة الكترونية اسمها مكاننا. المنصة دي عليها مجموعة كبيرة جدا من المواد التعليمية، من فيديوهات تعليمية، من مواد تعليمية مرتبطة بالموضوعات زي القيادة، الاتصال الفعال، الخطاب الجماهيري، الدعوة وكسب التأييد، الحملات الانتخابية، إدارة الحملات الانتخابية، تعبئة الموارد المجتمعية، إزاي نعمل مبادرات مجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فدي كلها مواد علمية موجودة كفيديوهات تعليمية متاحة مجانا بالكامل، إضافة إلى المادة العلمية واللعبة الإلكترونية اللي هي هيليوس. كل هذه الأمور موجودة على المنصة، إضافة إلى برامج برضو فيديوهات تعليمية عن الأمن السيبراني أو الأمن المعلوماتي وكيفية حماية البيانات وكلمات السر إلى آخره. يبقى يعني على الشاب أنه لا يقف قصرا مع المناهج الدراسية فقط، ولكن لابد أن ينمي قدراته أكثر، ويعني يمكن أن يلتحق بمثل هذا النوع. ده صحيح، الفرصة موجودة لكل الشباب أنه هو يشارك. احنا بنعمل إعلانات كتير على المنصات التواصل الاجتماعي وخاصة صفحة الفيسبوك بتاعت دورنا الخاصة بالبرنامج، إضافة إلى المنصة موجودة منصة مكاننا، يقدر التسجيل والدخول فيها بسهولة والتفاعل، وبنقبل اي مقترحات ويعني اي اضافات طبعا لاثراء البرنامج، وهدفنا ان هو يصل الى كل شباب مصر. احنا عندنا يعني ملايين من الشباب، هدفنا ان هم يعني هذا العلم وهذه الثقافه والفكر، ان احنا يكون لنا دور ايجابي داخل المجتمع، يهمنا ان كل الشباب يعني يستفيدوا من هذا المجهود يعني، ويطوروا من أنفسهم لخدمة مصرنا العزيز.
معنا في هذا اللقاء أعزائنا المشاهدين الأستاذ الدكتور عبد الله فيصل، أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة أسيوط. أهلا بحضرتك معنا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، شرفتونا. النهاردة دكتور يعني بصدد دوري نادي المناظرات، واللي يعني بيعنى بتنمية القدرات لدى طلبة الجامعات. بداية، كيف يتم اختيار الطلبة المشاركين في هذا الدور؟ طيب، يعني بداية من قبل فكرة اختيار الطلاب مرتبطة بفكرة يعني الجامعات الشريكة حاليا في تنفيذ البرنامج. يعني حسب التنويه السابق ففي 5 جامعات مصرية شريكة حتى الآن في التنفيذ: جامعة الإسكندرية، جامعة السويس، وجامعة بني سويف، وجامعة الوادي الجديد، بالإضافة لجامعة أسيوط باعتبار أن هي الجامعة اللي بتقوم بالدور التنسيقي في تنفيذ هذا النشاط. الاستهداف كان مرتبط بالكليات متواجد بيها أقسام لدراسة تخصصات العلوم السياسية والاقتصاد، على أساس أن الطلاب الدارسين لهذه التخصصات هم الطلاب الأكثر قربا من أو اقترابا من الموضوعات اللي بيتم مناقشتها أو اللي بيكون معنية بالنسبة لنا في نادي المناظرات للنقاش بشأنها وللتوصل لحلول من أجل المشاكل المرتبطة بها. فبالتالي اختيار الطلاب بيبقى مرتبط بالطلاب الدارسين داخل الكليات ذات العلاقة، وبيكون من خلال الإعلان على النشاط. يعني الورش التدريبية اللي تم تنفيذها في الـ5 جامعات خلال الشهور الماضية كان بيتم الإعلان داخل كل كلية أو داخل كل جامعة عن النشاط، وبالتالي هو التقديم طوعي واختياري للطلاب. وكان ممكن أنه بيتم إذا كان في المتقدمين أكتر من العدد المطلوب للتدريب أن يتم الانتقاء ما بينهم حسب الكفاءة والتفوق أو الاهتمام أو غيرها من العناصر الأخرى. وبالتالي يتم من يقع عليهم الاختيار في النهاية بعد نهاية ورش العمل المختلفة هو اللي بيشارك حاليا في يعني اللي بيشارك حاليا في دوري المناظرات. احنا عندنا 60 طالب وطالبه من الـ5 جامعات. الـ60 طالب وطالبه دول هم جزء من يعني حدود 200 او اكثر من 200 طالب اللي شاركوا في الورش التدريبيه على مستوى الجامعات. فبالتالي احنا نفذنا خلال الشهور الماضيه 5 ورش تدريبيه في كل جامعه ورشه تدريبيه كان بيشارك فيها في حدود كل جامعه 40 طالب، وفي النهايه الـ40 طالب داخل كل جامعه شاركوا داخل جامعتهم في عدد من المشاركات الذاتيه لاختيار افضل العناصر داخل كل جامعه. وبالتالي احنا هنا النهارده بنتعامل مع العناصر الافضل داخل كل جامعه، اللي هو من كل جامعه في 12 طالب وطالبه مشاركين في الفعاليات، وبالتالي كل جامعه هي اللي كانت بترشح العناصر اللي تمثلها في المعسكر او في دوري المناظرات، اللي هي الفرق 4 فرق من كل جامعه، كل فريق بيتكون من 3 طلاب كمتناظرين. وبالتالي كان في عمليه داخل كل جامعه بتتم لانتقاء العناصر الافضل للمشاركه، واحنا هنا اللي بيشارك معنا هو جزء من المجموع الكلي للطلاب اللي تم تدريبهم خلال الشهر الماضي. استاذ الدكتور عبد الله فيصل، السؤال اللي احنا هنسال عليه الطلبه بعد اللي اجتازوا المراحل النهائيه ممكن يساله حضرتك طالب في بدايه التقديم في البدء، انا هستفيد ايه من خلال مشاركتي في مثل هذه النوعيه من البرامج؟ طيب، يعني النشاط الخاص بنادي المناظرات هو يعني من الانشطه اللي بتنمي العديد من المهارات الفكريه بالنسبه للطلاب، فبالتالي بتنمي عنده المهارات المرتبطه بفكره التفكير النقدي وكيفيه التعامل مع الافكار المختلفه وتقييمها على نحو جيد. لانه احنا هنا في الوقت الحالي بنلاحظ ان العديد من الافكار بتنتشر، بعضها بيحتوي على معلومات مغلوطه او شائعات او غيره، فقدرتي انا على اني اعرف اتناظر معنى ذلك ان اقدر اقيم الفكره الصحيحه من الفكره الخاطئه، فبالتالي دي مهاره مطلوبه لدى الطلاب. القدره على التفكير الابداعي، التفكير الابداعي بمعنى انه الطالب يستطيع انه يفكر في المشكلات اللي موجوده في المجتمع في حلول غير تقليديه ليها. احنا بنناقش مجموعه من المشكلات والقضايا وبنحاول نطرح لها حلول، فبالتالي الحلول الافضل بتكون في بعض الحالات حلول مبتكره، حلول ابداعيه. فبالتالي قدره الطالب على انه ينمي مهاراته في التفكير الابداعي، قدرته على تعزيز المهارات الثقه في نفسه والقدره على الخطابه والعرض والتقديم المتناظر بيعتمد على انه الشخص يستطيع انه يقف امام الجمهور، يستطيع ان هو يستخدم ادوات العرض والتقديم بشكل جيد، يستطيع ان هو يبحث عن المعلومه، ايضا تطوير مهارات البحث العلمي، يبحث عن المعلومه بشكل جيد.
بدايته فكرة ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا الجاي في حياتك انت عارفه رسمه ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه كل الحكاية وما فيها نتعب شوية طالب هو بيبحث بعد التخرج عن الوظيفه والالتحاق بسوق العمل. النهارده سوق العمل حتى لما بيعمل انترفيو او التحاق لاي وظيفه ما بيسالوش في التخصص يعني كله، لا يعني بيهتم اكثر بالجوانب الشخصيه. صحيح. هذه البرامج كيف لها ان يعني ترتقي بالجوانب الشخصيه وتعزز القدرات الذاتيه لكل النقطه الاساسيه المرتبطه بفكره التناظر هي مرتبطه بفكره القدره على الاقناع. انا بتناظر عشان اقنع الجمهور او اقنع الطرف الاخر بوجهه نظري. فاذا الشخص امتلك القدره على الاقناع فبالتالي هو بيمتلك القدره على، اذا اصبح لديه هذه القدره وهذه الاسلوب طور اسلوبه في اقناع الاخرين فبالتالي بيستطيع انه يستخدم الاسلوب ده في اقناع مثلا اصحاب الاعمال بضروره توظيفه، فبيقنعهم بان هو لديه المهارات بشكل جيد وهو هيكون اضافه للمكان اللي هو يشتغل بيه. فبالتالي هيقنع اي شخص في اي مجال باهدافه بالامور اللي هو بيسعى اليها. فبالتالي مهاره الاقناع او القدره على الاقناع بتكون حاجه اساسيه في تطوير مهاراته المهنيه وبتفيده بشكل كبير طبعا في سوق العمل، قدرته على التسويق لنفسه وعلى عرض نفسه بشكل جيد وعرض مهاراته بشكل جيد اكتر من الشخص اللي ممكن يكون عنده امكانيات لكن ما عندوش قدره انه يظهرها او يقنع الاخرين بيها. فبالتالي بتكون شيء مهم في اكتشاف قدرات الناس او اظهار قدرات الشباب وبالتالي بتخدم فرصهم في سوق العمل. وبالتالي هنا بنؤكد على ان برضه يمكن غير انه يعني حاليا في مجموعه من الشباب متواصلين من خلال دوري المناظرات، يعني كيف نؤكد ان الفرصه متاحه للكثيرين عبر المنصه ووسائل التواصل للمشاركه في هذه الفعاليات او الاستفاده منها على الاقل؟ يعني حاليا طبعا يعني النشاط ده يعني هو يعني نسخه اولى للبرنامج، يعني احنا نفذناه زي ما قلنا حضرتك في 5 جامعات وبالتالي كنا احنا بنحاول نستهدف بقدر الامكان حسب القدرات المتاحه اكبر عدد من المشاركين، لكن عشان توسعه نطاق المشاركه فبيتم يعني تصوير جميع الفعاليات اللي بتتم ونشرها على الصفحات المختلفه على منصه دورنا او منصه مكاننا على الانترنت، وممكن يعني حضرتك يبقى في تنويه للروابط الخاصه بهذه المنصات بحيث ان الطلاب يستطيعوا او كل الشباب يستطيعوا ان هم يعني يدخلوا اليها وبالتالي يشوفوا طبيعه النشاط شكله ازاي وبالتالي يبقى في متابعه لامكانيه وجود نسخ اخرى او تدريبات اخرى في الاعوام يعني العام الدراسي القادم او غيره بحيث ان نستطيع طلاب يعني اخرين ان هم يلتحقوا بالنشاط ده ويكون لهم فرصه ان يكونوا ضمن البرنامج ده او ضمن النشاط ده ان شاء الله في الفترات التاليه.
ختام حلقتنا بنشكركم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة مع يلا شباب.